السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب جريد 6، معاكم مستر طه طلغيطي من قناة ذكي الحساب والماس. النهاردة إن شاء الله هناخد لسن مهم جدا جدا في حياتك طول ما أنت بتدرس ماس. الدرس ده مهم قوي، يعني هو أساس حاجات كتير قوي 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 قوي. ده اللسن ده بعنوان Adding and Subtracting Integers. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو ان المنهج الترم الثاني بتاع سنه سته سهل جدا، انه ممكن يتحل عن طريق الكالكليتورز، صح؟ سهل جدا، بس ده مش هتبقى مجدع منك ولا انك اشطر واحد في الدنيا ولا انك هتبقى زحليقه، لا طبعا. انت كده كده اصلا ناجح، حتى لو دخلت الترم الثاني وقعت كده بس ما عملتش اي حاجه ناجح. بس احنا بنتكلم دلوقتي في علم، انت بتتعلم حاجه لنفسك انت، عشان لما تدخل اولى اعدادي او ان شاء الله لما باذن الله كده الوضع القديم يرجع زي ما كان، وان شاء الله الواحد عنده امل ان الوضع القديم يرجع تاني، يبقى انت متاسس كويس وعارف ان الحاجه ديت قدامك جت ليه وازاي، والنيجاتيف ديت امتى، كانت ازاي وما اعرفش اساسا كانت ايه، وبتقدر يعني تستوعب الحاجات اللي انت هتبني عليها. فيا ريت يا ريت يا ريت ما تحلش عن طريق الكالكليتورز، لان لو انت هتحل عن طريق الكالكليتورز او لو انت نيتك كده اصلا، يبقى بالاحسن اقفل الفيديو وروح شوف انت هتعمل ايه. اما انا بتكلم دلوقتي كلامي كله موجه للطالب اللي عايز يفهم واللي عايز يتعلم لنفسه عشان يبقى حاجه كويسه في الدنيا. فاتمنى ان انت يعني الموضوع اولا يعني هتبقى فيه لخبطه شويه، وده طبيعي، مش انك ضعيف او انك مش قدرتك في الاستيعاب ضعيفه، لا ده طبيعي، لان انت بتاخد حاجه هتلخبطك شويه، بس لما تاخد عليها وتحل كتير عليها هتلاقي الموضوع سهل قوي صدقني. ويلا كده نبتدي الدرس، يلا بينا. احنا زي ما قلنا يا شباب، الدرس بتاعنا التايتل بتاعه بيتكلم عن حاجه اسمها Adding and Subtracting Integers. احنا كنا ايام مثلا السنين اللي فاتت كنت اجي اقول لك 8 minus 5 فانت تقول 3. طب لو جيت قلت لك 5 minus 8، 5 closing 8، صعب، تقول له ما ينفعش، مستلف. لا، مفيش حاجة في الماس اسمها ما ينفعش، أي حاجة تنفع. مفيش حاجة اسمها في الماس ما تنفعش، أي حاجة تنفع. طب تعالى كده نشوف. أولًا هنا لما يجيب لك، لو كنت تلاحظ هتلاقي هنا جايب لك هنا إيه؟ إشارات ومعرفش إيه وكلام من ده وبتاع. بص بقى، خد القاعدة. مش هقعد أقول لك بقى إن هي وخسارة وده بيكسب وده بيخسر، وده بنت وده ولد والكلام الكتير ده. بص يا حبيب قلبي، انت بتتعامل مع الساين ده الاشارات، لو لقيتهم ديفرنت، مختلفين يعني بوزيتيف او نيجاتيف، او ممكن نيجاتيف وبوزيتيف مش هتفرق، عشان واحد يقول لي جاي انت جبت البوزيتيف الاول ما جبتش النيجاتيف، او جبت النيجاتيف الثانيه ما جبتش البوزيتيف، ده دي النيجاتيف امه ما اعرفش ايه امه فيونك، نيجاتيف او بوزيتيف او بوزيتيف او نيجاتيف، دي اسمها ديفرنت. نعمل سبتراكت، لقيتهم مختلفين نعمل سبتراكت، يبقى مختلفين ديفرنت نعمل سبتراكت. بس خلي بالك، بعد ما تعمل سبتراكت بتحط الاشاره بتاعت الكبير، البيجر يعني. طب لو لقيتهم متشابهين، نيجاتيف ونيجاتيف، بوزيتيف وبوزيتيف، متشابهين شبه بعض، ايوه نعملهم بلس سم، وبرده تحط اشاره الكبير. نعيد تاني، مختلفين اهو، مختلفين نطرح، متشابهين نجمع، متشابهين نجمع، مختلفين نطرح، متشابهين نجمع، مختلفين نطرح. وما تنساش انك تحط الساين بتاعت مين، بتاعت البيجر. تعالى كده هنا 5 بلس 2 ده عليه دون بشر، دي 7. طيب هنا بيقول لي 4 بلس نيجاتيف 3، ايه ده يا مستر؟ ده هنا جايب لي بلس وهنا نيجاتيف. اهم حاجه تاخد النمبر بالساين اللي قدامه، ده بالفور ديت هنا قدامه بوزيتيف بس ما بيتكتبش. طب ال 3 ديت قدام السام بتاعت النيجاتيف، طب اللي في النص البوزيتيف مالكش دعوه بيها دلوقتي. انت بتاخد كل نمبر بالساين بتاعته اللي قدامه. تمام، اسال نفسك الاول، الساين هنا ايه؟ ده نيجاتيف وده بوزيتيف، يبقى ديفرنت نعمل سبتراكت. 4 minus 3 1، ما تنساش ايه، استنى اهدى بس اهدى، ايه هنحط اشاره البيجر الكبير، هنحط اشاره مين؟ الكبير اللي هو مين؟ ال 4 هنا الساين بتاعته بوزيتيف والبوزيتيف ما بتحطش، يبقى كده بقت 1. طب هنا نيجاتيف 4 نيجاتيف 2،
نيجاتيف 4 نيجاتيف 2. هنا نيجاتيف 4 نيجاتيف 2 لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي ان الساين هنا سيميلر سيميلر، يبقى بنعمل ايه سم بلس نجمع يعني بنديني 6 واحط اشاره البيجر اللي هو مين ال 4 الاشاره بتاعته بتكون نيجاتيف. نيجاتيف 7 هنا بوزيتيف 4 او بلس 4 الساين هنا ديفرنت، الساين هنا ايه ديفرنت، يبقى هنعمل سبتراكت تديني 3 واحط الساين بتاع مين البيجر، ما تنساش مين الكبير هنا 7 الساين بتاعته نيجاتيف. 8 minus 4 دي مباشرة equals 4. طب هنا بقى في نيجاتيف، نيجاتيف على طول تتقلب تبقى بوزيتيف. هتقولي ليه يا مستر؟ ديت دي بقى لا يعني خاصة بدرس المالتي بلاي اللي بعديه. يعني هنا في أصلا في هنا في النص هنا مالتي بلاي. فعلشان كده بقول لك إيه نيجاتيف ونيجاتيف جايين ورا بعض عاملينهم إيه بوزيتيف. هتقولي طب إحنا ما عملناش في دول بقى مثلا يعني نيجاتيف ونيجاتيف يبقى بوزيتيف ليه؟ لأن هنا في النص هنا في نمبرز بتوين ذيم، يعني في هنا نمبرز ما بينهم. اما هنا النيجاتيف والنيجاتيف يديني بوزيتيف على طول. هتقول طب في براكت، البراكت عادي مش مشكله، بقت 5 بلس 3 ايكوالز الايه ال 8. هنا نيجاتيف، هل يا ترى دي نيجاتيف ونيجاتيف نعملها بوزيتيف؟ لا طبعا، عشان فينا هنا ديجيتس في النص هنا ونمبر. طب هنا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 الساين هنا سيميلر، يبقى في الحاله ديت هنعمل سم يديني 6 وما تنساش انك تحط الساين بتاع مين البيجر، هما كلهم قد بعض فبحط ايه النيجاتيف. طب نيجاتيف 4 بوزيتيف 4 كده كده طبعا هنا الساين هنا ديفرنت، فهنعمل سبتراكت فيديني الزيرو، والزيرو طبعا ما هو اللي هو لا بوزيتيف ولا هو ايه نيجاتيف. نيجاتيف 10 بلس 2، نيجاتيف 10 بلس 2 الساين هنا ديفرنت، فهيكون الريزلت هنا هيكون 8 واحط الساين بتاع البيجر. طيب تعالوا بقى ننتقل لجزء مهم جدا اللي هو يعني يعتبر برضو لا يقل اهميه عن الجزء ده، لو بنتكلم عن بروبرتيز اوف اديشن ان انتجرز، وده طبعا هتاخدها في اولى اعدادي وهتاخدها بالتفصيل برضو في اولى اعدادي، فاللي انت بتاخده هنا دلوقتي هيريحك فيما بعد. البروبرتيز يعني ده خواص الاديشن في الانتجرز، وطبعا يمكن انت خدت عنها فكره بسيطه في جريد 5. اول حاجه اسمها كلوجر بروبرتي، كلوجر بروبرتي يعني خاصيه انغلاق او خاصيه مغلقه، يعني نمبر بالانتجرز الانتجر نمبر ملتبلاي او بلس نمبر بالانتجر او انتجر نمبر هيديني في الاخر انتجر نمبر. ده معنى كلامه يعني زي يقول مثلا مؤاخذه في المثال قط وقطه اتجوزوا هيخلفوا ايه قطه؟ ما هيخلفوا ايه يعني؟ فيل. ما حاجه يعني بالعقل يعني ديت كلوجر بروبرتي. انت عندك هنا نمبر بلس نمبر هيديني نمبر، امال يعني هيديني ايه؟ طب تعالى ودي ملهاش اي اهميه، تعالى بقى الايه المهمه ديت. ديت السكند بروبرتي بتتكلم عن حاجه اسمها كوميوتاتيف بروبرتي، كوميوتاتيف بروبرتي، كوميوتاتيف بروبرتي ان انا ابدل. يعني عامل بالظبط لما اجي اقول لك ايه؟ A بلس B هي هيها B بلس A. طب نيجاتيف 3 بلس 8 هي هيها 8 بلس نيجاتيف 3. هيطلع نفس الريزلت، يعني انت مثلا انت وزميلك ايام وهي مكان في مدرسه بقى وتقعدوا في الديسك بتبدلوا اماكنكم، هل يا ترى حد بتغير فيكم؟ يعني مثلا محمد وعلي مثلا بدلوا اماكنهم، هل يا ترى علي بقى اسمه ميادة مثلا اتقلب؟ لا طبعا، ما خلاص يعني هم وماهم يعني، واخد بالك انت؟ طيب بعد كده بقى الثيرد بروبرتي حاجه اسمها اسوسيتيف بروبرتي، اسوسيتيف بروبرتي، اسوسيتيف بروبرتي او في ناس بيقولوا عليها اسوشيتيف بروبرتي كده او كده مش هتفرق يعني اسوسيتيف بروبرتي. طيب بعيدا عن الهم واللم ده كله، ده هديك مثال بسيط ماشي عشان تعرف يعني ايه اساسيتيف بروبرتي. لما اجي اقول لك دلوقتي ولو ماشي يعني اقول مثلا 3 بلس 2 بلس 4 ايكوالز ايه؟ واجي اقول لك دلوقتي حبيبي حبيبي يا حسام يا حبيبي 3 بلس 2 بلس 4 ايكوالز ايه؟ ده بلس ده بلس ده. لا يا مستر انت جاي تهزر، ده سهله. طب حلها لي بس. لا ما هي سهلة، طب ما تحلها لي. لا ما أنا عايز أقول لك إن هي سهلة. طب ماشي طلع لي الرزل، طلع لي الأنسر بتاعتها بكام؟ 3 بلس 2 3 بلس 2 5 بلس 4 إيكوالز 9. ده حلك أنت. تمام. تقول لي سهلة أصلا يا مستر. ماشي. اللي أنت عملته ده حاجة اسمها أسوسيتيف بروبرتي. يعني إيه؟ إنك دمجت أو جمعت التو نمبر دول الأول. وطلعت الانسر بتاعهم وبعد كده عملتها بلس مع مين؟ مع الثيرد نمبر. دي اسمها اسوسيتيف بروبرتي. بس الفرق انك هتحطهم في براكت بس او بارنتسيز زي ده كده. يعني كان المفروض تعملها كده.
3 بلس 2 5 5 بلس 4 ايكوالز 9 بس. دي معنى كلمه اساسه البروبرتي. والبروبرتي دي مميزه ان هي ان تو ديجيتس او تو نمبر محطوطين ايه في وسط براكت او في وسط بارنتسيز يعني اقواس يعني. بس هنا طبعا دي في هنا بقى ايه شغل كتير وبتاع عشان جايب هنا نيجاتيف وكلام من ده، بس هي دي الفكره الاساسيه. فهمت؟ هتقول له اه بس السؤال بيجي ازاي في الامتحان، مالكش دعوه. فهمت الحته دي؟ اه خلاص بس كفايه كده. طب عندك بقى الفورس بروبرتي بتتكلم عن حاجه اسمها اداتيف ايدنتيتي. اداتيف ايدنتيتي او ناتشورال ايليمنت. اداتيف ايدنتيتي اللي هو الزيرو. اي حاجه بلس الزيرو ايكوالز هي هي. يعني ايه بلس زيرو؟ هي زيرو بلس ايه ايكوالز الايه. اداتيف ايدنتيتي عشان بتيجي كتير جدا. بتيجي بقى يقول لك اداتيف ايدنتيتي هيكون ايه بلس معرفش مين. اداتيف ايدنتيتي ده مين؟ الزيرو. 2 بلس زيرو ايكوالز زيرو بلس 2 ايكوالز في الاخر برضو هيكون الايه؟ 2. طب عندك بعد كده برضو اخر بروبيرتي بتتكلم عن حاجه اسمها اداتيف انفرس. اداتيف انفرس او لها مسمى تاني اكسبريشن تانيه اسمها الاوبوزيت. اوبوزيت انفرس او الاداتيف اوبوزيت. اوكي يعني عكس الساين. يعني الاداتيف انفرس لما يقول لك الايه الاداتيف انفرس بتاعتها اللي هي النيجاتيف اي، واي نمبر مع الاداتيف انفرس بتاعه بيديني زيرو. يعني ال 6 الاداتيف انفرس بتاعتها نيجاتيف 6 الاثنين مع بعض يديك زيرو. زي ده كده اهوت نيجاتيف 4 بلس 4 الاداتيف انفرس ايكوالز في الاخر ايه؟ الزيرو. اس 3 مع نيجاتيف 3 يديني في الاخر برضو الايه؟ التمارين تعالى نشوف كده بقى، ركز معايا. هنا بقول لك ذا اداتيف ايدنتيتي ان انتجرز هيكون الاداتيف ايدنتيتي هيكون الايه؟ لسه قايلها من شويه الزيرو. ركز 15 بلس 8 ماينس 15 ايكوالز. قلت له يا مستر ده استنى بقى نجيب الكالكوليترز. نجيب الكالكوليترز اه هجيب الكالكوليترز من النيش واجي مش مستاهله. هنا 15 وهنا النيجاتيف 15 لسه قايل لك النمبر مع الاوبوزيت بتاعه والانفرس بتاعه بيديك زيرو. ده يروح مع ده 15 ماينس 15 زيرو. ايه بندر عندنا يكون ايه؟ 8. عايزك تشغل مخك. طب هنا بقى في ابسولوت، والابسولوت قلنا ان هو فايدته ان هو بيطلع كل النمبرز هيكون بالايه؟ بالبوزيتيف. بيطلع كل النمبرز بالايه؟ بالبوزيتيف. يعني ده هيكون بكام؟ 3. بقت 3 ماينس 3 ايكوالز الايه؟ الزيرو. طب شوف برضو ما دام انت في حضره الابسولوت يبقى ما تطلعش اي نمبر بالنيجاتيف. يعني 5 ماينس 8 3 على طول كده. ما مالكش دعوه بقى تقول الساين وما اعرفش ايه والصغير واجيب الكبير واجيب ما اعرفش ليه. 5 ماينس 8 ايكوالز 3 3 اوفر 3 ايكوالز 1. طب هنا ابسولوت 5. ال 5 ديت بلس A يديني 0. فكر ها 5 بلس A يديني في الاخر 0. الاداتيف انفرس بتاعه هيكون نيجاتيف 5. الاداتيف انفرس بتاعه اللي هو ايه؟ نيجاتيف 5. طب هنا بقول ذا اداتيف انفرس اوف نيجاتيف 5 يعني عكس الساين هيكون الايه؟ ال 5. طب 4 بلس نيجاتيف 6 اه يديني كام؟ الساين هنا ديفرنت فهنعمل سبتراكت يديني 2 واحط اشاره البيجر اللي هو مين؟ النيجاتيف. بقت النيجاتيف 2 جريتر ذان مين؟ مين؟ النيجاتيف 2 ديت اكبر من مين؟ النيجاتيف 2 ركز كده. هل يا ترى النيجاتيف اكبر من البوزيتيف 2؟ لا طبعا. طب النيجاتيف 2 اكبر من الزيرو؟ ما احنا قلنا ان الزيرو اكبر من اي نمبر نيجاتيف. طب نيجاتيف 2 اكبر من نيجاتيف 2؟ ده انت جاي تهزر بقى. طب نيجاتيف 2 اكبر من نيجاتيف 4؟ ايوه بالظبط كده. لان النيجاتيف بيبقى العكس يعني كل ما الرقم بيكبر كل ما بيصغر. ماشي. If x equals negative 1 وال y equals 2 then x plus y. الاكس ديت بلس الواي. الاكس اصلا الفاليوز بتاعتها بكام؟ بنيجاتيف 1 حطها هنا. والواي بكام؟ ب 2. وهنا بلس. بقت 2 ماينس ال 1 ببدا من عند البوزيتيف على فكره. 2 ماينس ال 1 1. 2 ماينس ال 1 ايكوالز الايه؟ ال 1. Write the property used in each of the following. نيجاتيف 5 بلس 3 ايكوال 3 بلس نيجاتيف 5 يديني اي. هنا مين عمل ايه؟ نيجاتيف 5 مع 3 هي يا 3 مع نيجاتيف 5 دي اسمها ايه؟ كوميوتيف. طب 6 مع نيجاتيف 6 ايكوال 0. النمبر مع الاداتيف انفرس انا قلتها اصلا اداتيف انفرس. اداتيف انفرس. طب 0 مع نيجاتيف 7 جاب لك الزيرو 0 يبقى اداتيف ايدنتيتي. ما دام جاب 0 اداتيف ايدنتيتي. هنا بقى جاب لك بقى بتاع دي وفا بارنتسيز او براكت على طول كده اسوسيتيف. طب نيجاتيف ايه مع الايه؟ النمبر مع الانفرس بتاعه هيكون برضو اداتيف انفرس.
تمام. طب هنا 4 مع نيجاتيف 3 ايكوالز نيجاتيف 3 بلس الايه؟ بيبدل 4. طب نيجاتيف 7 بلس ايه ايكوال 0؟ ما هو الاديتيف انفرس يبقى 7. 6 مع نيجاتيف 6 0. دي الابسولوت يطلع لي بكام؟ 17. 17 ماينس 12 5. 5 بلس ايه يديني 0؟ الانفرس بتاعه اللي هو نيجاتيف 5 وتحطهم في براكت كده. طب نيجاتيف 8 بلس ايه يديني نيجاتيف 8؟ نيجاتيف 8 بلس 0. شاطر. طب هنا شوف هنا نيجاتيف ونيجاتيف تبقى ايه؟ بوزيتيف. بقت 2 بلس 3 ايكوالز الايه؟ ال 5. طب الابسولوت دي تطلع بكام؟ ب 7. بقت 0 بلس ايه ايكوال 7. 0 بلس ايه عشان تديني في الاخر 7. 0 بلس 7 انت ليه تهزر بقى؟ نيجاتيف 2 بلس بارنتسيس كده سمثينج بلس 5 ايكوالز في الاخر نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 بلس ايه عشان في الاخر يديني نيجاتيف 2. اكيد البراكت ده يطلع لي مكانها ب 0. يبقى نيجاتيف 2 بلس 0 يديني في الاخر كام؟ نيجاتيف 2. يبقى اكيد لازم يطلع لي بكام؟ بنيجاتيف 2. طب يبقى لازم البراكت ده يطلع لي بكام؟ بنيجاتيف 2. 5 بلس ايه؟ لا البراكت ده لازم يطلع لي ب 0. يبقى 5 بلس ايه عشان يديني 0؟ 5 بلس نيجاتيف 5. طب هنا ده الاسوسيتيف بروبرتي، هتشيل المتشابه عشان تطلع الميسنج نمبر. يعني هنشيل ال 7 مع ال 7 وتشيل 5 مع ال 5، الريميندر عندي هنا هيكون ايه؟ نيجاتيف 8. بس كده. طب هنا بيقول لي ذا اديتيف انفرس اوف الايت نيجاتيف 8. هسيب لك انت دول بقى ايه تحلهم مع نفسك. تعال نحل دولت. بيقول لي هنا اف اي بلس البي ايكوالز بي بلس السي، فالسي هنا هيكون ايكوالز الاي. يعني ايه بلس البي ايكوالز بي بلس السي، فالسي هنا هتكون ايكوالز مين؟ ايكوالز البي. ايكوالز مين؟ البي، لان البي هتروح مع البي، يفضل لي السي مين؟ مع الاي. انا لا السي مع الاي، اسف، هيبقى السي مع الاي. طب اي مع نيجاتيف 3 ايكوالز بي بلس الاي، فانا عايز الفاليو بتاعت البي. يعني الاي ديت هنشيل الايات من هنا والاي من هنا، يتفضل لي البي ايكوالز نيجاتيف 3. البي ايكوالز كام؟ نيجاتيف 3. طب هنا بيقول لي اي بلس البي ايكوالز البي، يعني البي كانت مع مين؟ مع ايه؟ عشان يديني في الاخر نفس البي برضو، هتبقى بي بلس اي ايكوال 0. يبقى هنا الاي ايكوالز الاي الزيرو. طب اي بلس البي ايكوال 0، يبقى الاي هتكون ايه؟ انفرس او اديتيف انفرس فور الاي البي. اديتيف انفرس فور مين؟ البي. هنا بيقول لي فايند ذا فاليو اوف ان ان اتش اوف ذا فالونج. انا عايز الفاليو بتاعت مين؟ الان. لمين؟ للنمبرز اللي قدامك ديت. الان ده كانها سبيس كده. بقت نيجاتيف 8 بلس 0 ايكوالز الان، يعني نقط. نيجاتيف 8 بلس 0 ايكوالز في الاخر نيجاتيف 8. اتعامل مع الان دي كانها نقط. ما تخافش من السؤال. طب نيجاتيف 6 بلس ايه عشان تديني في الاخر برضه نيجاتيف 6 هيكون الزيرو. طب ان بلس 6 ايكوال 0، يعني 6 بلس ايه يديني 0؟ ما تقوليش 6 بلس 0، لان 6 بلس 0 ايكوال 6. طب 6 بلس ايه يديني 0؟ 6 بلس نيجاتيف 6 الاديتيف انفرس بتاعته. طب نيجاتيف 8 بلس نيجاتيف، وهنا نيجاتيف 4 ايكوالز الان. الساين هنا ايه؟ سيميلر. في الحاله ده نعمل ايه؟ نعمل سم. يبقى 8 مع 4 يديني 12، وبحط الايه؟ الساين اللي هي الايه؟ النيجاتيف. طبعا السؤال ده اللي بيقول لك يوز ذا بروبرتي اوف اديشن اكيد مش هيجي خلاص بقى مع النظام الجديد، اكيد مش هيجي. يعني هو اكيد مش هيجي خلاص مع النظام الجديد اللي هو الكومبليت والتشوز والحاجات دي. تعالى كده ناخد منه سؤال برضو نعرف الفكره بتاعته ماشيه ازاي. ماشي. هنا طبعا بيقول لك يوز ذا بروبرتس اوف اديشن ان انتجرز. طبعا البروبرتس اللي هي الكوميوتاتيف والاسوسيتيف والحاجات دي كلها. اول حاجه لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي ان احنا هنجيب الكوميوتاتيف الاول اللي هو الابدال، هنبدل. ولو جيت تلاحظ اكتر احنا هنجيب، هل يا ترى لما نيجي نبدل يفضل لما نيجي تبدل بتجيب التو نمبرز اللي هيجوا مع بعض يديك يا تاني يا 100 يا 1000؟ يعني يفضل انك تجيب التو نمبرز اللي بيجوا مع بعض يديك ايه؟ يا 2 يا 100 يا 1000. طب مين مع مين؟ لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا 25 مع نيجاتيف 25، الاثنين مع بعض لو جم دول اديتيف انفرس هيديني في الاخر 0. فانا بكتب هنا 25 ووراها على طول اختها ديت بلس نيجاتيف 8 بقى عادي جدا بلس ال 7. واكتب هنا قصادهم ايه؟ كوميوتاتيف بروبرتي. طيب تمام. وبعد كده هتجيب كل 2 نمبرز وبنحطهم ايه؟ اتش 2 نمبر، نحطهم في براكت.
عشان بنعمل لهم ايه؟ associative. كده بعمل لهم ايه؟ associative. انا كده بعمل لهم ايه؟ بعمل لهم associative. طب تمام، وبعد كده ده معناه يديك ايه؟ زيرو. وده معناه يديك ايه؟ نيجاتيف 8 بلس 7. طبعا الساين هنا ديفرنت، فهنعمل سبتراكت فهيديني ايه؟ نيجاتيف 1 في براكت كده. طب الزيرو ديت طلعت من مين؟ الزيرو ديت طلعت منين؟ من ديت، من براكت دي. طب البراكت ديت البروبيرز بتاعتها هتكون ايه؟ ركز ركز، ده الاديتيف انفرس. فعشان كده هكتب هنا دي اديتيف انفرس، اديتيف انفرس. يبقى الزيرو ديت طلعت منين؟ من براكت ديت. ليه؟ اديتيف انفرس. طب لما تقول 0 بلس نيجاتيف 1 هيديني في الاخر برضو نيجاتيف 1، هي هي 0 بلس نيجاتيف 1 هيديني في الاخر ايه؟ برضو نيجاتيف 1. طب جيت لي نيجاتيف 1 علشان ده البروبرتي بتاعتك كان اسمها ايه؟ اديتيف ايدنتيتي، اديتيف ايدنتيتي، اديتيف ايه؟ ايدنتيتي. طيب لما نجيب مثلا واحده تانية، خلاص هنجيب التو نمبر اللي يجي مع بعض يديك يا تاني 100,000. مين مع مين؟ ال 55 مع ال 44. 55 وراها 45 عشان دول هيدينا 100، وراهم دولت معاها مين؟ انا كده بدلت الاماكن، فبكتب قصادهم ايه؟ كوميوتاتيف. هنحط بقى ايه الدولت في براكت كده، 55 مع ايه؟ 45، ودولت واكتب هنا ايه؟ اسوسيتيف. ده مع ده بيديك ايه؟ 100. ودول بيديني كام؟ هنعمل سبتراكت 5 ماينس 5 عشان هنا السن هنا ديفرنت. 5 ماينس 5 اديني 0، 5 ماينس 2 ايكوال 3، و2 ماينس 2 ايكوال 0. بحط اشاره البيجر اللي هو هيكون نيجاتيف، بحط الساين بتاع البيجر. طب ده ماينس ده يديني كام؟ 100 ماينس 30 هيديني في الاخر ايه؟ 70. مفيش حاجه بعد كده بقى. احنا كده خلصنا الدرس ده، اتمنى يا رب ان انا اكون افدتكم ولو بمعلومه بسيطه، وان شاء الله هيبقى فيه ريفيجن كويسه. بس بفكر ان شاء الله نعمل جيومتري الاول وبعد كده نعمل ايه؟ ريفيجن. واستنونا ان شاء الله قريب باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.